يا مساء السعادة على كل مشاهدين برنامج الطبيب، وأهلا وسهلا بيكم مع ضيف فقرتنا المتميز جدا اللي مكسر الدنيا يا جماعة، اللي كمان يعني كمية الأسئلة اللي بيجينا على صفحة المحور، على صفحة برنامج الطبيب، على صفحتي أنا الشخصية كتيرة جدا، لدرجة إن احنا خصصنا الفقرة دي بس إن احنا نرد على الأسئلة. أستاذ دكتور كريم صبري مش بس متميز إن هو بيكون ناجح في الجراحات السمنة، لا هو كمان متميز إن هو ممكن يفصل العملية، يعني الموضوع معاه مش موضوع دراسة دكتوراه، الموضوع بيمارسه العادي، لا هو كمان مبتكر، هو كمان مميز، هو كمان بيقدر لو انت حتى جسمك مش مليان ومش تخين وعندك السكر، لا ممكن يفصل لك عملية تحويل المسار على قد جسمك، ما تخسسكش الخسسان القوي قوي وبس هتقضي على السكر. أسئلة كتيرة جات لنا، هي كتير مختلفة بس حاولنا نجمع المتشابهين عشان خاطر نرد على أكبر عدد من اللي بعت لنا، إن بجد أسئلة كتيرة جدا معانا النهاردة. خليني الأول أرحب بيه وبعدين على طول هرد على كل أسئلتكم. نرحب بأستاذ دكتور كريم صبري، دكتور جراحة العامة ومناظير بطب عين شمس، أستاذ جراحات السمنة ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، عضو كليه الجراحين الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا يعني دكتور انت مكسر لنا الدنيا بجد، واسئله بقى من بره مصر، واسئله من بلاد عربيه، وفي ناس بعتنا برضو من بلاد اوروبيه، فواضح ان انت متابعينك من كل مكان. حاولنا ان احنا نختصر شويه بس يعني على قد ما نقدر هنرد عليهم. خلينا نبدا باول سؤال، هو من فاطمه. فاطمه بتقول لحضرتك ان هي وزنها 85 كيلو، بتروح الجيم بانتظام، وبدات فتره بس جت في فتره الامتحانات وزنها زاد، هي طولها 171 وزنها 95، محتاجة تخس في حدود 25 كيلو، وبتقول لحضرتك انها بترجع تلعب رياضة تاني بس محتاجة حد يشجعها وما بقتش قادرة تعمل دايت. معلش الطول كام تاني؟ 95 كيلو على طول كام؟ الطول 171 وزنها 95. طيب تمام، يعني اسمح لي ان احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا ان السمنة المفرطة هي يمكن من الحاجات اللي هي لها مشاكل نفسية، لها مشاكل اجتماعية، لها مشاكل مرضية كتيرة جدا. واعتقد ان هي يعني يمكن يعني محل اهتمام كل الناس المصابة بالسمنة المفرطة، ويمكن وريد السمنة المفرطة هو الوحيد اللي هو يمكن مركز يمكن في مشاكله اكتر، الناس بتكونش حاسة بيه قوي لانه السمنة بتحبس الانسان جواها وبتسبب له المشاكل، خصوصا بقى في السن اللي هو الصغير. احنا طبعا لو السمنة احنا في حاجة اسمها كتل الجسم او معامل كتل الجسم، بنقسم ال 95 كيلو دول على طولها مرتين، لو رقم اكتر من 35 والسمنة ابتدت تعمل لها مشاكل، الحقيقة طبعا احنا بنبتدي نعمل لها تكميم معدة، تحويل مسار، العمليات اللي هي اللي تناسب انقاص الوزن. طب السمنة بقى لو الوزن ده مش معدي الكتلة ومتركز في منطقة البطن، الدراعات، الفخذين، الثدي، المناطق اللي هي الموضعية، بيبقى لها علاج موضعي برضو، سواء بالشفط بانواعه بقى، سواء تقليدي او فيزر او ليزر، كل دي تقنيات بنشفط بيها الدهون من تحت الجلد. احيانا طبعا ربما يكون بقى في سن اكبر شويه، يكون عامل قيصريات كذا مره، البطن مترهله بتحتاج الى شد بطن مره ثانيه مع الشفط يعني. حلو. فاذا اذا كانت الكتله قليله والسمنه موضعيه بنعالجها بالطرق التقليديه اللي هي الطرق الموضعيه لشفط الدهون والشد في بعض الاحيان لما بيكون في جراحات سابقه زي القيصريه. يعني هي محتاجه دكتور هي تيجي تكشف نشوف ال 25 كيلو دول هل في الجسم كله ولا متكتل في اماكن معينه، صح؟ طبعا كده؟ الفحص طبعا يعني في المراكز بيدينا فكره طبعا عن السمنه الموضعيه، عن السمنه اذا كانت مفرطه، اذا كان في امراض مصاحبه، اذا كنا هننزل الوزن شويه قبل ما تشفط او تشد البطن او تعمل تنسيق قوام. في حلول كتيره بس طبعا محتاجين ان احنا نقعد معاها ونقيم الوضع تاني من جديد. طيب يا رب يكون طمناكي. معانا ساره وزنها 80 كيلو وعندها الجزء السفلي من جسمها مليان كتير اكتر من فوق، وبتقول ان جسمها فوق طبيعي جدا، سنها 27 سنه يا دكتور، بس السمنه عندها متركزه في الاسفل في الهنج وفي الساقين ورجلها كمان، بتقول هي عايزه تعرف ايه الحل، ايه وانها تخس كلها ولا تعمل تكميم، يعني هي بتفكر في يعني هي تشفط ولا تكميم ولا بالون معده، كمان هي عندها سلويت وازاي تقدر تقضي عليه.
الحقيقه دي حاله سهله. انا شايف ان السمنه الموضعيه المتركزه في المنطقه في الجزء السفلي، ودي بنات كتيره جدا بتشتكي منها، وده بيكون حاجه جينيه في الجسم، يعني زي الاسره، يعني الجزء اللي فوق تلاقيه الترانك والبطن بتلاقيهم كويسين، وتلاقي الجزء السفلي ابتدى ان هو ياخد شكل يعني اكتر، هو توزيع الدهون كده. فحله ده هو شفط دهون، سواء بالشفط التقليدي او الفيزر او الليزر. احيانا بيكون جلدهم كويس جدا لان سنهم صغير، كولاجين والاستيك فايبرز كويسه، بيقدروا يمارسوا الرياضه اكتر شويه، ما بتحتاجش ليزر او فيزر او حاجه، بتشفط الشفط التقليدي العادي الغير مكلف. لو سن اكتر شويه او كميه الدهون ازيد بزياده، احيانا بنحتاج الى الفيزر، لانه طبعا بيشد الجلد كمان، لانه بيعتمد على الموجات الفوق صوتيه، وبالتالي ان هو بيشفط الدهون وكمان بيحافظ على الخلايا الدمويه، يعني كمان لا يحدث كدمات، لا يحدث مشاكل في الجلد ما بعد العمليه، ويشد الجلد كمان مره عشان الجلد يبقى متناسق مرة أخرى دون مجهود كبير على العين. الدكتور يا سارة طمنك خالص. طيب خالد بيسأل بيقول بابا عنده سكر بقاله أكتر من 15 سنة، أخذ أقراص 10 سنين وبدأ أنسولين بقاله 5 سنين، وهو سنه 52 سنة، وعمل دعامة في القلب بسبب السكر، ووزنه 95 كيلو، طوله 167، إيه العملية اللي تناسبه؟ وهل السكر ممكن يختفي خالص بعد العملية ولا لأ؟ وظهر عليه اعراض الضعف الجنسي في اخر 3 أو 4 سنين. الحقيقه دي حاله، طبعا انا شايف ان هي حاله، بعيدا عن ان دي سمنه مفرطه، انا شايف ان دي حاله مرضيه محتاجه تحويل مسار معده، سواء مصغر او تقليدي، لعلاج السمنه اللي هي الموجوده، يعني الوزن برضو كبير. النمرة الثانية ان تحويل المسار بتعالج السكر والمشاكل اللي هي سواء عنده مركب دعامات في القلب او عنده مشاكل تانية بسبب الاعصاب او بسبب الدمويه اللي في الجلد او في الاطراف اللي هي الشرايين الصغيره، بتعمل بقى ضعف جنسي، بتعمل مشاكل في الاطراف قد تصل الى البتر، يعني مشاكل الشبكيه. كان عندنا عيانين، يعني يمكن امبارح انا شفت في المركز عندنا من ضمن العيانين كان عيانه جايه عينيها بايظه خالص، يعني الشبكيه منفصله خالص بسبب السكر. فدول انا شايف ان الحل فيهم تحويل مسار المعده اللي هو لعلاج السكر. انا عايز بس اوضح نقطه هنا، انه تحويل مسار هي ليست عمليه فقط لعلاج السمنه المفرطه، لا، انت ربما يكون الوزن بتاعك مش زايد ويكون عندك سكر وعندك مشاكل منه. التوصيات الدوليه بتقول ان تحويل مسار المعده المصغر هو علاج جازم لمرضى السكر اللي هم داخلين في حاله مرضيه بسبب السكر والسمنه. وبالتالي الحل في الحاله دي ان احنا نعمل تحويل مسار معده مصغر، وبالتالي يتعالج من السمنه، يتعالج من السكر، يتعالج من المضاعفات اللي هي حصلت بسبب السكر وبسبب التاثير على الشرايين الصغيره. الشرايين الصغيره دايما بتبقى في الشبكيه، بتبقى في الكلى، بتبقى في الاطراف، بتبقى يعني ربما تسبب له مشاكل اكتر شويه زي الضعف الجنسي او مشاكل كتيره جدا، حلها في عمليه واحده هو تحويل مسار المسار. معانا صوره ممكن تكون يعني برضو هي بنوته شبيهه، طبعا معايا سؤال يعني قريب برضو يا دكتور، بتقول لان نهى عندها 33 سنه ووزنها 110 وطولها 162، متجوزه بقى لها 11 سنه وعندها تكيس على المبايض، بتخس وتتخن تاني وبتاخد منشطات للتبويض علشان تحاول تحمل وهي ما بتحملش، ولما حملت مرتين سقطت، عايزه تعرف هو لو عملت عمليه تخسيس هل ده بيساعد على الحمل ولا لا؟ طبعا تكيس المبيض يعني ده مرض شديد الخطوره على البنات، طبعا بيأخر الانجاب وكمان بيلخبط الدوره، وطبعا ليه مشاكل كثيره جدا زي توزيع، يعني يمكن الكثافة الشعر بتكون طبعا زيادة في بعض الأماكن غير المرغوب فيها، ومشاكل كتيرة جدا دكاترة النساء مش بيعرفوا يعالجوا تكيس المبيض من غير إنقاص الوزن، ويمكن حالات كتيرة جدا بتتأخر في الحمل، دكتور النساء بيقول لها احنا يعني عندنا تكيس مبيض، نزلي وزنك، بترجع تاني تنزل وزنها وبتتعالج من التكيس المبيض بإنقاص الوزن بس. وإذا كان تكيس المبيض سبب مباشر في علاج يعني أو تأخر الإنجاب، أنا شايف إن احنا ننزل وزننا الأول ونعالج تكيس المبيض ده ونعالج بسبب السمنة المفرطة، وما بعد ذلك هيبقى سهل. يعني لو يعني ألخص الأمور، لو في حالة متأخرة في الإنجاب ووزنها كبير
انا شايف ان هي تنزل وزنها مش هتحتاج لحاجه تانية تعملها عشان تقدر تخلف، ولا منشطات ولا اي ولا حاجه، لان كده كده الهرمونات في جسمها تتظبط. الهرمونات طبعا، الدهون بتلخبط الهرمونات، الدهون بتعمل تكيس مبيض، الدهون بتلخبط الدوره، الدهون بتاثر حتى لو في حارس حمل بصعوبه هيبقى عرضه للاجهاض او يعني ان هي ما تكملش حملها بسبب السمنه المفرطه. وده يعني عموم الاطباء عارفين كده، وعموم المرضى عارفين كده، المصابين بالسمنه المفرطه. شفنا حالات على الشاشه معانا، من انجح الحالات طبعا لدكتور كريم اذا كان بقى تكميم او تحويل مسار. خلينا كمان نسال سؤال، هي مدام ميم مش عايز تكتب اسمها، بتسال ان ابنها صغير عنده 13 سنه ووزنه 90 كيلو، دي سمنه اطفال بقى يا دكتور صح كده؟ سمنه الاطفال طوله 155، سنه عمل يعني عمل كذا طريقه في التخسيس، هو بيخس وبيرجع يتخن تاني ومش بيقدر يتحكم في الاكل، ايه اللي يناسبه يا دكتور؟ وهل ينفع اعمل له عمليه السمنه اللي هي التكميم او التحويل او البالون او شفط كمان؟ يعني هي بتسال ايه اللي ينفع مع ابنها؟ الحقيقه السن الصغير احنا بيبقى عندنا شويه تحفظات عليه، سواء في التغذيه طبعا بيبقى محتاج يعني اسره فاهمه شويه ان هي تقدر تحافظ على طفلها، بتحاول ان هي تحافظ عليه طول الوقت لانه مش دايما قاعد في البيت، نادي في بيمارس رياضه معينه في مدرسته في حاجه، المهم ان هو طبعا دايما طول الوقت مش قدام عينينا، فالدايت محتاجه تاخد بحرص شويه او محتاجه مجهود عالي شويه. بالون المعده بتاعتهم بتبقى صغيره، ما بيقدرش ان هو يستحملها. تحويل المسار برضو زياده عليه لان فيها شويه نقص فيتامينز محتاجه تعويض، واذا ما كانش فيه تعويض هتاثر على النمو بتاعه، وبالتالي تكميم المعده تبقى حل مناسب للاطفال في السن الصغير. لكن طبعا مش اي وزن يعمل العمليه، لان طبعا لازم نحترم برضو ان دي عمليه لها دواعي وليها ان احنا ليها شروط ان هي تتعمل. احنا بنقسم وزننا على طولنا مرتين، لو الوزن ده ازيد او الكتله ازيد من 40 احنا نعمل العمليه، في السن الاكبر شويه احنا بنعمل على 35، لكن في الاطفال بنبتدي نعمل من 40. اذا كانت الكتله بتاعته معديه عن ال 40 يعمل العمليه، انا دي امان جدا، ودي طبقا للتوصيات الدوليه او العالميه. العمليه دي فعاله جدا في الاطفال، بتنزل وزنهم بسرعه، بتقلل الوزن بصوره فعاله، ما بيتعبش من نقص فيتامينات، ما بيتعبش من نقص تغذيه، لانه عمليه التكميم لا تؤثر تماما على الامتصاص، وبالتالي انا شايف ان هي عمليه جولدن يعني للاطفال، وانا شايف ان هي مفيده جدا في السن الصغير، وبتبعده طبعا عن المشاكل النفسيه، المشاكل الاجتماعيه، وعشان ما يكبرش بالمرض بتاعه بالسمنه، فهو اصلا عقبال ما يبقى شاب هيكون مليان امراض كتير، وبيجي لهم سكر عند سن مبكر، وبيجي لهم برضه ضغط عند سن مبكر. انا يعني في اطفال بيجي لها سكر ضغط، ماشي على علاج ضغط وسكر، اطفال في يعني سن 13 14 سنه بسبب السمنه المفرطه، فالسمنه في منتهى الخطوره في سن الاطفال. احنا بنطمنك طبعا. وكمان يا دكتور كان معانا كذا تقرير لكذا طفل عمل العمليه، وبعد العمليه مفيش نص ساعه او ساعه وكان بيتكلم، وهنحاول التقارير دي يكون معانا تاني عشان نطمن ناس كتير. في سؤال كمان يا دكتور من كريم بيسال حضرتك ان هو عنده السكر بقاله كذا سنه، والناس كلها بتنصحه بتحويل المسار، هو بس عايز يتاكد هل فعلا تحويل المسار هل هيقضي على مرض السكر ولا لا؟ انا بس عايزه اقول حاجه دي قبل ما حضرتك تتكلم، ان مره سالت الدكتور في النقطه دي يا جماعه، قال لي انا استاذ في جامعه عين شمس قسم يعني جراحات السمنه والسكر، يعني انا عايزاك تقولها تاني يا دكتور وهقول لحضرتك السن. هو الحقيقه طبعا انه طبعا كل المنظمات الدوليه دلوقتي او العلم اصلا نفسه اسمه جراحه السمنه والسكر، استاذ جراحه السمنه والسكر او اسم جراحه السمنه والسكر او الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. يعني اقصد ان السكر علاجه بالطرق الجراحيه او العمليات اللي احنا بنعملها دي حاجه مش جديده، وليها منظماتها وليها الهيئات بتاعتها وليها العلم بتاعها الخاص بيها، هي ليست حاجه تجريبيه او ليست حاجه اجتهاديه من دكتور او لا، طبعا دي طبقا للاعراف او المعايير الدوليه، يعني بتتعمل في مصر زي ما بتتعمل في انجلترا، بتتعمل في امريكا، بتتعمل في اي مكان خارج مصر، هي كل الناس يحكمهم عرف طبي واحد او معايير دوليه منظمه لذلك. طيب هو 35 سنه، وزنه 145 وطوله 85، هو بس كان تعقيبه مش في الوزن يا دكتور، هو عايز يفهم ان تحويل المسار هل فعلا بيقضي، لان في ناس تقول لك اصل هي عمليه تخسيس لا تخسر لا تخفي عن السكر لا ما تخفيش، هو عايز يتاكد من النقطه دي. لا احنا طبعا احنا بنعتمد على دايما في معظم حالاتنا على السكر من النوع الثاني، لان السكر من النوع الاول اذا ما كانش عنده وزن زائد
يعني البنكرياس مش هينشط تاني مره تانيه لانه منتهي السكر من النوع الاول، سكر البنكرياس لا يعمل اصلا، وبالتالي احنا لا نعول عليه نجاح اصلا وملوش يعني حل متاح حالا جراحي يعني، الا اذا كان سكر من النوع الاول عنده سمنه مفرطه، ساعتها هيستفيد من انقاص الوزن ويستفيد من السكر لكن مش هيبطل علاج للسكر. السكر من النوع الثاني اللي هو في يعني في عموم الناس اكتر، ده اكتر انتشارا من السكر من النوع الاول، يعني ده الاكتر عموما واكتر انتشارا واكتر اصابه للناس هو السكر من النوع الثاني، ومعظمهم في 90% منهم بيبقى عندهم زياده في الوزن. يعني عايز اقول ان الناس دول محظوظين، مرضى السكر ان هو من النوع الثاني العمليه هتفيدهم في حالتين، في حاجتين، تنزل سكرك خالص هتنتهي طبعا. لان هي بتقلل الامتصاص للسكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 70%. كمان بتنشط البنكرياس مره تانية، البنكرياس الموجود اللي هو لا يعمل او يعني كان يعني اجهد بقى من كتر ما في مناعه انسولين اجهد، هيبتدي يعيد نشاطه مره اخرى. وده هرمونيا، احنا ساعات بناخد علاجات للسكر او ندي علاجات للسكر عشان تنشط البنكرياس، انت اوتوماتيك يعني من الجسم نفسه الهرمونات الضاره اتمنعت باستبعاد المعده والاثنى عشر، وبالتالي وكمان الهرمونات النشطه بتطلع من نهايه الامعاء تنشط البنكرياس مره ثانيه. دي هرمونات طبيعيه بتطلع من الجسم، اللي كانت بتعطلك خلاص ما بقتش بتعطلك. حبذا بقى لو عندك وزن زياده كمان، لو شويه وزن زايدين عاملين مناعه انسولين، وده معروف ان الوزن الزايد بيعمل مناعه انسولين، بننزل الوزن مناعه الانسولين بتقل، البنكرياس يبتدي ينشط ثاني، تبتدي تعالج من السكر. عايز اقول ان مش بس على فكره تحويل مسار بتعالج السكر، لا كمان تكميم المعده بتعالج السكر. لو سكر بقى خلال سنه سنتين في الفتره الاولى ماشيين على اقراص، السكر لسه حديث، التكميم كفايه لان ده سكر نوع تاني، سكر بسبب السمنه او سكر اللي هو بسبب مناعه الانسولين، بسهوله جدا 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 بعد انقاص الوزن ياخد على السكر وترجع لوضعك الطبيعي. طيب انا معايا سؤال بقى من غير تفاصيل خالص، هي نانسي بتقول ان هي من فيينا، بس هي تسأل حضرتك سؤال، هي نازله مصر قريب، بتقول عايز تسأل حضرتك في المراكز او في العمليه يعني في المستشفى حضرتك بتقوم بيها اي عمليه، هي ما ادتنيش تفاصيل، بتسأل هل في الدباسه الذكيه ولا لا؟ طبعا متوفره في كل المراكز عندنا، في طبعا الدباسه الذكيه هي تقنيه جديده حديثه، انا شايف ان هي تستحق التجربه لكل الناس، امان جدا في العمليات، اسرع في وقت العمليه، شايف ان هي اسهل للجراح بوجود الكمبيوتر اللي هو بيحدد سمك الانسجه وبيختار نوع الغيار. يعني دي تقنيه طفره جديده في جراحات السمنه، اذا كانت في قدره ماديه انا شايف ان الناس ما تاثرش في نفسها وتعمل بيها، لان هي حاجه فعلا تقنيه تستحق اللي هي تكون موجوده في كل مستشفيات مصر وتكون موجوده في كل مراكز السمنه يعني في العالم. يعني هي موجوده عند حضرتك، هي بتاكد في ده، هي مركزه عليها، واضح ان هي قاريه وعارفه هتعمل عمليه ايه او هتيجي هتستشير حضرتك، فهي ناويه على العمليه، ولكن هي السؤالها في التباسه، هي موجوده في فيينا على فكره، موجوده بقى لها 6 سنين. ممكن تكون يا دكتور يعني هي بتتكلم على مصر، هي مثلا واثقه في حضرتك وسالها وعايز تعمل عند حضرتك العمليه. لا كل المصريين في الخارج على فكره بيرجعوا البلد، لان اسعار العمليات عاده بتكون غاليه بره، فبيرجعوا عندنا مصر لان تكلفه العمليات بالنسبه للخارج. طيب يبقى اكيد عشان كده اقل شويه. طيب كون ان شاء الله يعني دايما نرد على اسئله كتير انتوا بتبعتوها، ونحاول ناخد معلومات اهم من دكتور كريم. احنا بنرحب بيه طبعا قيمه علميه كبيره موجوده معانا، وبنشكرك طبعا يا دكتور. شكرا. دكتور كريم صبري، دكتوره جراحه عامه ومناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات سمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية، وأنا كمان بشكركم. خليكم دايما مع فقرات جديدة مع الطبيب.